ديكاثلون. يعني انت ما يعني احسبوه حساب، يعني ايش قد تتعطل محاضره، ايش قد تندفع تقصير قريبه امتحانات نص السنه، يعني كل واحد يفكر. لا طبعا انا جربتوها هذيك السنه، كانت تصير عطل الاضرابات ما تمام اكلناها بلا ما يصير ما يصير، يعني لازم كل واحد يعرف مصلحته. على كل I don't care how many people will attend، بس أنا رح أعملكم كويز بنهاية بالنهاية المحاضرة الأولى زين، وبعدين نكمل المحاضرة الثانية، يعني فترة الاستراحة رح أعملكم كويز إن شاء الله. أوكي أهي دكتور زين، يعني ما يخالف، خلي هاليوم ماكو كويز، المحاضرات الجاية لا 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 على مود الاتندنس، يعني ناخذ حضور عن طريق الكويز، فقلم انطين بس نوتس انه راح تعمل كويز دكتور كلش 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 بسيط، عباره عن ام سي كيو واحد، ام سي كيو واحد طبعا. فقط من اللي راح اشرحه، من اللي راح اشرحه شيء جدا طبعا. جدا بسيط تمام دكتور. زين اني هسه انا بالنسبه لي والله دا اريد اشوف شو هذا البرنامج، بس الكاميرا مسدودة عندي الكاميرا أنا فور مي تمام؟ إيه مسدودة بس السماعة مفتوحة زين. يعني موضوعنا جدا 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 سهل، يعني ما أصور أكو أسهل منه وألذ منه، هيمودينامكس، يعني فتشي كل سهل وبسيط، بس فتحوا أذانكم معي وكله سامعيها بالفيزيولوجي، جزء منه أناتومي، جزء منه فيزيولوجي، جزء منه يخص المحاضرات اللي طعتني دكتور زياد ودكتور لا أصلاً مو دكتور نزار دكتور زياد زين. فشوفوا الأشياء البسيطة وسجلوها بذهنكم، واللي يفتهمها قبل أصلاً ولا بلا قراية رح يجاوب، هي عبارة عن إمس بي واحد بكلمة واحدة ثانية حل كلمة واحدة من هالمحاضرة زين. So what's the aim of studying؟ هو طبعاً هو هيمودينامكس من اسمه، أنا أخذكم دائماً بالباثولوجي، أعرفوا كل بالباثولوجي أكو مصطلحات تفسر نفسها بنفسها. هيمو قسموها دايناميك، الهيمو شنو هو؟ بلاد تمام؟ هيمو ودايناميك دايناميكية، دايناميكية يعني شنو دايناميكية؟ بالعربي نقول دايناميك. This meeting is being recorded. هيمو دايناميك يا شباب، هيمو شنو؟ بلاد. دايناميك what's the meaning of dynamic؟ أحد يعرف شنو دايناميكية؟ بالعربي بالعربي الحركة، الحركة excellent. هيمو داينامكس إذن ذا موفمنت بلاد ال ال يعني بنقولكم مصطلحات الباثولوجيكية هي تفسر نفسها بنفسها. هيمو داينامكس يعني معناتها ديناميكية البلاد، طريقة حركة البلاد، الفيزيولوجي والفورسز which govern يعني السيطرة أو control the movement of the blood inside the circulation. aim of studying hemodynamics هو to know the meaning of hemodynamics of a human body and what subject it include. What diseases relate, what are the subjects which include in hemodynamic, what are the diseases which are related to the disorder, the human dynamics, يعني بالnormal, بالabnormal, the etiology and the pathophysiology of each of these disorders. Okay? The hemodynamic, بالتعريف, definition of hemodynamic is the study of dynamic of blood. خلاص. Study of dynamics of blood. It explains the physical laws, يعني القوانين that govern the flow of blood in the blood vessels. بها شيء؟ ما بها شيء، كل شيء بسيطة. القوانين التي تحكم يعني مرور الدم أو جريان الدم داخل the blood vessels. The following subjects will be discussed. رح نشرح هذول خلال أربع محاضرات، مو هاليوم، لا تهبطون لا تخافون. Hyperemia. Hyperemia and congestion طبعا لان واحدة عكس الاخرى. Hyperemia and congestion. Hyperemia هي increase in the blood flow. Congestion is increase in the backup يعني pressure. Edema increase in the fluid in the extracellular compartments. أختمها مع دكتور زياد. Hemorrhage أو extravasation of blood. Hemostasis or which is opposite to the thrombosis. Thrombosis تجلط الدم which is inappropriate clotting of blood. And embolism, which is detachment of part of the embolism into the blood. Infarction, which is dead of the tissue. أختمها طبعا مع دكتور زياد بالcell damage. Shock, which is circulatory failure.
نبدي بالهايبريميا and congestion. لاحظوا الألوان اللي كتبت بها هذه متعمدة إنه أكتب الهايبريميا بالأحمر حتى تظل بذهنكم، لأن التعلم دائما مو عن طريق بس السماع، سماع ونظر وحواس، قد تكثر الحواس إيش قد ترسخ بذهن القارئ. يعني أنت مثلا أكو ناس يقرون بس بعيونهم، أكو ناس يصيحون يعلقون الإذاعة أول من نعرف أنا أشتغلوا الإذاعة هايبريميا and congestion هايبريميا، هاي ليش هاي إذاعة الإذاعة اللخ الحاسة اللخة هي الصوت يظل بإذنك، اللخ بس يباوع بعيونه. يا بعد تقرأ يقول إيه عاد أقرأ، أنا طريقتي بالقراءة إنه بس أباوع بعيوني. لا هي قد تكثر الستيمولاي، قد تكثر الحواس، قد يرسخ في ذهن القارئ. زين، فأنا كتبت هايبريميا congestion أحمر أزرق. ليش؟ لأنه الهايبريميا and congestion both refer to an increase in the blood volume. Volume كمية الدم اللي موجودة داخل الـ blood vessel within a tissue. But they have a different mechanism. ليش كتبنا الهايبريميا الأحمر؟ Because the tissue will be red. شوفوا هنا red، ولهذا هايبريميا أحمر. كتبت الـ congestion بالأزرق لأن شو رح يصير؟ الـ congestion رح يصير أزرق. فإذا هايبريميا وكل مصطلح كاتبته أنا بالأحمر معناته هذا كلش مهم. يعني ممكن أسوكم يا عدد لي الفروقات مثلا difference between hyperemia and congestion، ممكن أقول لكم true false hyperemia is a passive process or hyperemia due to venous obstruction وهكذا. بس هنا أنا هستعتاد نحفظ هاي الأشياء المكتوبة باللون الأحمر، وهي أنه hyperemia it is an active process resulting from arteriolar dilatation or dilation then and increase in the blood inflow الداخل blood الداخل الى المنطقه الفلانيه as occur in an exercising skeletal muscle مثلا physiological or in areas of inflammation pathology. يعني بالفيزيولوجي انتم كلكم تعرفون هسه اي واحد يروح يريد مثلا يفقد وزن او اثليتس يعني هو رياضي يروح يمشي هسه او يركض ركضايه من العشم تار بس تشوفوه كله congested ايدينه الجلد كله يعني مو congested sorry اذا السكين بيكم هايبريميك غلط اقول congested يعني قلنا اتفقنا congested لونه red blue الريدنس هو due to hyperemia. فالانسان ايش قد يركض او يسوي اكسرسايز شو يصير اللون السكين red. why due to increase inflow of blood increase in the inflow of the blood to that part of the blood vessel. فيجوز تكون physiological قلنا مثل exercise. زي ممكن تكون pathological نعم أخذناها مع الدكتور زياد وهي بالinflammation إذا صارت area inflammation مثلا tonsillitis يعني التهاب اللوزتين لو صار inflammation بالtonsils أول من تفتح ثم الطفل يسوي هاي tongue depressed بقى عليها كل واحدة tonsil صارت أكبر من الحمصة و red in color فتقول له شوف عندك احتقان باللوزتين هاي معناتها ملتهبة مو شرط يكون باص مجرد احتقان هاي بداية التهاب. فبداية الانفلاميشن أيضا due to vasodilatation استرجعوا وتذكروا محاضرات دكتور زياد vasodilatation يصير فيصير hyperemia in that place فيصير شون لون التشو red the tissue look redder more red than the normal because of engorgement with ليش red كل واحدة بيها تعليل oxygenated blood يعني وصل للمنطقة oxygenated blood okay فactive arterial dilation increase inflow red in color oxygenated blood. هسه نجي على العكس نجي على congestion كتبتون بالأزرق لأن كل شيء راح يصير مزرق وشايفيها بعد أقول لكم لي قدام وين مثلا أنت متقيس تحط جهاز الضغط على الارم مالك ها مو تحط جهاز الضغط ظل تنفخ هاي الكف تنفخها سواء اوتوماتيكلي او بهاي البول يعني هاي الطبه تظل تدوس بها تشوف ايدك يعني بحيث اللي عتقيس الضغط يقوم يصيح يقول لك بكفي اذيتني وتباوع على ايده شلون تصير بالله تصير محتقنه على زراق. زين هذا شو اسميه البلاد كونجستد. ليش سويت بهاي الحاله انت سويت سديت الفينوس اوتليت سديت الفينوس اوتليت لان البلد يدخل عن طريق الارتر يخرج عن طريق الفين. اذا انت سديت طريق الخروج مال الدم اللي هو الفينوس سايد راح يصير كله يعني اكيوميليشن اوف ذا بلاد اند كونجستشن وبمرور الزمن يخلص الاكسجين الموجود بالار بي سيز فيصير دي اوكسجينيتد بلاد فتتحول المنطقه الى بلو اور سيانوزد اوكي.
Congestion is a passive process resulting from impaired outflow. لاحظوا impaired outflow of هنا قلنا arterial dilation هنا impaired outflow of venous blood from a tissue. يعني ال venous drainage from a certain part. مثلا قلت لكم هو جهاز الضغط تذكروها تورنيكا الكاف يشتغل مثل التورنيكا. هسه أي واحد قاعد يتفرج على المحاضرة يلف على إيده فتح حبل فتشيب إشار على إيده وشوف شون الإيدك صار الكف كله أزرق بعد مرور ثواني. ليش؟ لأنه قطعت ال venous drainage from that area. فإذا it is a passive process due to impaired outflow of the venous blood from a tissue. It can occur systematically يعني تشمل most of the venous drainage of the body systematically as in heart failure, in cardiac failure في حالات عجز القلب. Or it can occur locally as a consequence of isolated venous obstruction. يعني مكان معين مثل دوالي الساق من الصير DVT deep venous thrombosis من الصير يصير الكونجستشن في مكان معين من الجسم ما كل الجسم just the leg. فهذا نسميه localized congestion وأكو generalized congestion. Generalized or systemic in cases of cardiac failure. Congested tissue have an abnormal blue-red يعني أحمر مزرق أو بنفسجي color أو نسميه cyanosis. شو نسميه cyanosis؟ تأخذوه بالمدرسة إن شاء الله من داوم المستشفى. Look at this face يقول لك it's cyanosis. Why؟ أول من جيب بالك heart failure. Resulting in accumulation why it's blue? Because of accumulation of deoxygenated hemoglobin in the affected area. زين شوية شوية إذا الحالة ما تحرج وأنت ما شلت جهاز الضغط أو ما شلت التورنيكا من هذه المكان هذا الأكسجينات بلد رح يتحول إلى deoxygenated blood ويظل المكان مزرقة. من الشيء التورنيكا أو جهاز الضغط يرجع يسري الدم براحته والفينز درنج يطلع براحته الدم فيرجع اللون التشو طبيعي. إلى هنا مفهوم يا شباب؟ نكمل. شوف هذا رسم بسيط على النورمال هذا النورمال. شوف هنا هذا الارتيريال وهذا فينوس درينج ارتيريال فينوس درينج. إذا زاد الفلو to this tissue to this part of tissue راح يصير hyperemic. Hyper من اسمها hyperemia يعني increase in the blood flow arterial blood flow to an area of tissue. Why? قلنا two causes either physiological like in exercise or pathological like in inflammation. أما congestion فال blood flow inflow is normal but the venous outlet is blocked so the venous blood will accumulate and gradually change from oxygenated to deoxygenated blood so that the tissue will become blue. Then, congestion of capillary bed is closely related to the development of edema. دائما من نقول congestion نقول edema وياه. يعني اتخيلوها عبالك أنا اتخيلها مثل ملابس واحد خلص غسل ملبس ودي يعصرها بيديه يدويا يعصرها. من يعصرها يعني سد الاوت فلو وطلع الماي من الصفاح. فدائما congestion من السد الاوت فلو يصير وياه edema. وانتم تعرفون الإديما ويا دكتور زياد علمته ما يمكن متمام. So that congestion and edema occur together in long-standing congestion, which is called hypoxia, lead to degeneration or death of parenchyma and tissue fibrosis. طبعاً هاي كلها consequences إذا ما عالجت أنت congestion. بقى تحول إلى deoxygenated blood, بعدين صار الhypoxia, يعني ماكو oxygen to the tissue, فينتهي أنه يصير death tissue or tissue fibrosis. Venous congestion can be generalized or localized مثل ما حكينا هسه. Generalized venous congestion هسه حكينا عليها شي يصير وين يصير generalized venous congestion when the whole venous return is impaired by chronic obstruction. يعني مو شوية خليت جهاز ضغط أقول راح سقطت الإيد لا يعني فدشي long standing condition. مثلا عندنا حالة pulmonary congestion. Pulmonary congestion وتصور سامعيها بالفيزيولوجي. This pulmonary congestion انتم تعرفون البلمونري فين بعدين يرجع البلمونري artery يطلع من وين pulmonary artery. خليني اشوفكم السيركوليشن بعد اذكركم بيها. شوفوا البلمونري سيركوليشن تشوفون انانا البلمونري artery طبعا بالمناسبه يكون ازرق لانه دي اوكسجين بلاد يطلع
يرجع هنا pulmonary vein. تلاحظون هذا pulmonary vein يرجع على left atrium بعدين left ventricle oxygenated completely oxygenated. فإذا صار obstruction here obstruction here هنا بهالمنطقة يعني مثلاً mitral valve stenosis الباك بريجر وين رح يرجع؟ رح يرجع على اللانكس تمام؟ صحيح؟ حتى تستم يعني أنتم عاد تفهمون الميكانيزم شلون ده يصير؟ فيصير باك بريجر يعني هسه مثلاً إحنا جايين من سيطرة جايين من أربيل على الموصل مسدد السيطرة مثلاً يم سيطرة الموصل إحنا نرجع باك تتكون السيارات تتكون وين تتكون؟ ما تتكون من جهة الموصل تتكون من جهة الشارع اللي بالعكس رايح الأربيل زين ليش لأن سدوا سيطرة ما نوصل علينا فدائما البلاد باك بريجر يصير على المكان اللي جاي منه أوكي فهنا نفس الشيء أنا عندي أسعتر أنا عندي هنا رح ينسد الفينس بلاد فيرجع باك بريجر على اللانكس فأش يصير شوف pulmonary congestion occur in left sided heart failure المكان اللي يرجع عليه البلمونري بين as in mitral valve stenosis فهذا ايش راح يؤدي الى ايش raise the pressure in the pulmonary veins and the alveolar veins will become tortuous يعني شلون يعني مزقزقه يعني يصير شلون tortuous يعني متعرجه الفينات ما بدل ما تمشي بشكل سموث وعادي ولينير راح تصير متعرجه من كثره الكونجيشن اللي بيها become tortuous and distended with red blood cells. زين شنو مصير هاي red blood cells؟ السيارات اللي تكومت يعني طريق مسدود. إيش راح يصير بها؟ راح يصير بها breakdown of these RBCs and will be phagocytosed by the intraalveolar red cells debris leading to accumulation of hemosiderin laden macrophages. يعني هاي RBCs اللي تكومت هاي السيارات اللي تكومت راح تتكسر يطلع منها الهيم والجلوبين. الهيم منو راح ياخذه الماكروفاجز الموجوده داخل الالفيولاي فراح تشبع تضل تبلع بهالهيموسيدرين الى ان صار سمينه فنسميها هيموسيدرين هيموسيدرين ليدن ماكروفاجز هيموسيدرين ليدن ماكروفاجز او مختصر اخر هارت فيلير سيلز شوف هو فسر لك يا ليش جت هاي الهيموسيدرين ليدن ماكروفاجز داخل الالفيولاي لانه صار هارت فيلير هو راسا يغششك يقول لك يسموه هارت فيلير سيلز فاذا جبكم الامتحان what are the heart failure cells مثلا short essay اربع اسطر تكفيكم وبالاضافه الى الهارت فيلير سيل راح تشوفون بالالفيولايس نشوفكم بالسلايد الترانزوديت والله هسه انت مثل كلكم تعرفون شنو الفرق بين ترانزوديت واكزوديت هسه كلش واضح شنو كلمه واحده اكو بفرق بين ترانزوديت واكزوديت من يعرف يقول لي المحتوى البروتيني بس يفرق اكسلنت وبينما الاكس ديتا ذاك بروتين ما تمام فهنا عندنا احنا ما عندنا انفلاميشن ما عندنا انفلاميشن عندنا جاست ان اوبستراكشن تو ذا فينس اوت فلو فشي يصير كونجيشن واكسديشن مال ار بي سيز وبريك داون والهيموسترين ينخذ بالماكروفاجز ويصير وياها ترانزوديت يعني مثل ما تقول لك مثل ما تعصر ملابس بقوة يطلع ينطش الماي براها نفس الشيء البلود فيز يصير تورتيوس يعني متعرجة ويطلع منها الترانزوديت إلى داخل الألفيولاي فش صار عندنا تخيلوها الألفيولاي داخل ترانزوديت وداخلها هيموسترين ليدن ماكروفاجز وبالوال مال الألفيولاي هسه نشوفكم السلايد شلون نشوفون الهيموسترين ليدن ماكروفاجز شوف هاي بالبداية يكون شوف هاي الألفيولاي شوف هاي الالفيولاي شوف شلون كلته الوول مالته كلته كونجستد شوف الوول كله ستافت وذ ار بي سيز كله كونجستد تورتيوس الفيولار كابيلاريز طبعا هي كابيلاري طبعا بالالفيولاي ماكو ارتري وبين كله كابيلاريز ليش حتى يسهل عمليه تبادل الغاز يعني ينطي ثاني اكسيد الكربون الى داخل الالفيولاي والاكسجين يطلع على الكابيلاريز زين فهي تشوفها كلش حمراء بالطبيعه مو هالشكل ليش due to congested tortuous يعني متعرجة congested tortuous blood vessels أو من capillaries ممكن تقول بال RBCs زي من داخل الالفيولاي شوف هذا الوردي هذا كله الترانزوديت وذول الحمر صغار هسه ما راح شو أكبر لك إياهم هذول كلهم heart failure cell أو يسموها hemosiderin laden macrophages شوف هذا بالكرونيك شوف إيش مكتوب chronic pulmonary congestion ليش سميته chronic هذاك acute هذا chronic لأنه بدأ يصير
فايبروسيس بالالفيولار وول. هاي الثيكنينج والفايبروسيس بالالفيولار وول هي هذه ريفلكت اكرونيك كونديشن، يعني تنطيني تغششني انه هاي العمليه كانت كرونيك وليست اكيوت. زين، فهذه كرونيك هارت فيلير او كرونيك بلمونري كونجستشن due to long standing heart failure. فيصير thickening and fibrosis of the alveolar wall، وبعدها هم بها شوفين الار بي سيز، وهنا بالالفيولاي بالليومن ايضا شوفين الهارت فيلير سيلز والاكزوديت. وهنا منظر اوضح بعد، شوف هاي الالفيولار سبيس، شوف شكل ايش تشوف بيها، هاي كلها الخلايا الاميبيه، هاي الخلايا الاميبيه هاي مثلا هاي كلش كبيره، هاي كثير شريها، كن اكلت كثير هيموسيدرين، فصارت هيموسيدرين ليدن، يعني محمله هيموسيدرين ليدن ماكروفاجس كلها هذه. زين، واكو بينات مام اكو انفلاماتري سيلز طبعا. وهذا الوردي مثل المايل هوموجينوس هيموجينوس ماتيريال، هذا هو الاكسوديت. وبالوول اكو ثيكنينج اند فايبروسيس ديو تو لونج ستاندينج بلمونري كونجستشن. زين، بس يصير بالبلانك اي نوع واحد منه سميناه له بلمونري كونجستشن، لانه الكونجستشن از مينلي ان ذا لانج. اكو نوع اخر من كونجستشن، نعم اكو كونجستشن اوف ذا ليفر. زين، هسا انتم تخترعوا لي، هسا تقولوا لي الكونجستشن اوف ذا ليفر ديو تو وات. اسالكم سؤال، رايت سايد، طبعا هي مكتوبه ما راح اقدر اشيركم، هو اوريدي مكتوب على الشاشه. Due to what? Right-sided heart failure. أنا قلت لكم مثل طريق ينسد والباقي بريجر على السيارات يصير. فهنا أنا ما أرح أقول left-sided مثل pulmonary. من سيطرة الموصل سدت، إحنا أهل أربيل كلنا رجعنا باك على طريق أربيل. إذا ينسد السيطرة ما نقول مثلا ما الكلك، ها؟ فإحنا ما رح نرجع هذا طريق الموصل أربيل هذا القصير، رح نرجع من الكلك على أربيل. زين، مو رح نروح بجهة الموصل. فإذا إيش قد يكون متأخر، إيش قد يكون الأوبستركشن proximal to it. زين، proximal to the obstruction. فهنا إذا نسد the right side وراح يرجع الباك برجع اللانك، right side يعني تذكروا right atrium left atrium، هذول إذا نسد واحد منهم، ها إيش راح يصير باك برجع على منو؟ على اللانك بدي بشكل عام. اي بالضبط، اول شيء لا اول شيء اول شيء ينزل على الليفر وبعدين يشمل، اذا ما تعالج راح ينزل على الهول بودي. فاذا يا شباب راي سايدد هارت فيلير راح يسوي باك بريشر على وين؟ على الليفر. سو ذا جروسلي ذا ليفر ويل بي مودريتلي انلارج فيرم اند تندر، تندر لانه كله بي كونجست بلاد فيزل. اف وي كات ذا ليفر، شايفين انتم الليفر من ماكو أحد ما ماكل معلاق، معلاق هذا الأحمر مو الأبيض، الأبيض يسمونه فشافيش، تعرفون هذه اللانجز معلقيها وجوال كبد الليفر. فهذاك اللانج الليفر هذا الماروني إذا تقصه طبعا يعني ما هلقت فرم، يعني نقص بستينة بسهولة، لكن لو كان congested فيصير فرم. هاي المصطلحات تتعلموها بالباطنية، soft firm hard، يعني يقولك soft like lipid firm like muscle. المصل هسه تمسك، كل واحد يمسك المصل مثلا بايده برجله، شوف شلون هالاحساس تحت اصابعك، هذا يسموه فام. زين، تندر شنو تندر؟ يعني painful. زين، تندر وين حس؟ يعني اكو مصطلحات يسموها signs symptoms تستخدموه بالباطنيه، مثلا painful، مثلا يقول لك painful، يعني المريض يقول لك توجعني بطني، بس انت من الدوسه تقول هاي كلش تندر هنا. فأكو أشياء الطبيب يحسه وكل شيء المريض يحسه. فهنا أنا شون راح يكون الليبر enlarged طبعا كله congested blood vessel، فيكون enlarged firm and tender. The cut surface shows mottled، يعني ما مكانات مو متجانسة، يعني هنا أكو congestion appearance. Dark areas due to central lobular zone congestion and pale peripheral areas يسموها periportal areas giving appearance of not make liver. هسه شوفكم يا ولد تستعجلون. زين، فهذا شوف هذا النوت ميك، هذا في النبتة يسموها نوت ميك او جوزة الطيب، يمكن البنات يعرفوها لان بالمطبخ اكو ناس يستعملوها واكو ناس يحرموها لان بها نوع من ما اعرف شنو، يعني اوبييت ما اعرف شنو. المهم يعني احنا من الناس اللي نقول يعني هاي حرام نستعملها لانه بها نوع من المخدرات.
فناتميك جوزة الطيب، جوزة الطيب عليها سكبر لك يا شوف شوف تشوفون جوزة الطيب شوني مبقعة مبقعة، تشوفون السنتر مالها بس هذا نفس الليفر راح تشوفه هسه، هاي جوزة الطيب شوف مكانات غامقة مكانات فاتحة، الليفر نفس الشيء مكانات غامقة مكانات فاتحة. ليش؟ لأنه أنتم تتذكرون الأناتومي والهيستولوجي مال الليفر، من يكون نقول له هكساجونال اريا وهنا اكو البورتال اريا وهنا اكو سنترال فين، زين منين يجي البلاد من البورتال اريا وين البلوعه، البلوعه وين، وين اللي سب درينج، يلا ذكروا سنترال فين مو تمام، بس حتى لا تنسوها يجي البلاد من البورتال اريا على وين يصب الدرينج مال الدرينج خلاص يعني بلا مجاري وين بالسنترال فين، فإذا سدت الأوتلت يعني المجاري وين يطفح، وين يطفح، يطفح على أقرب منطقة حواليه تمام، بينما البريبورتال بريبورتال أريا المكان اللي تحيط به هذه أول مكان يطخ الإسكيميا يعني أو سوري آخر مكان يطخ الإسكيميا، وأول مكان يطخ الإسكيميا هي اللي بعيدة عن البورتال أريا زين، بينما أول مكان تدخل كونجستشن منه هذه اللي حوالين السنترال فين، فهي تصير كونجستد، بينما المكان البعيدة تصير بيل، تصير بيل، فهي كونجستد هاي بيل صارت نوت ميك ليفر. شوف هذا منظر مكبر بعد أكثر، شوف هنا الار بي سي شلون عتمشي بالكانيلوكلا، شوف الار بي سي عتمشي بين الليفر سيلز، فهي تتوقع المكان قريبة من السنترال فين. فمايكروسكوبيكلي هسه بعد ما شفنا المنظر red blood cell accumulate in the sinusoids بين ال cords of the liver cells accumulate in the sinusoids around the central vein، قلنا لا هاي تعتبر ال drainage مال الليفر كله مال كل لوبيول عن طريق السنترال فين زين، surrounded by a peripheral by the peripheral hepatocyte which are better oxygenated، ليش قريبة من مصدر الماء، قريبة من مصدر الماء، يتذكروها بس حديقة بيها حديقة الليفر سيلز هي حديقة، بالبريفري أكو ماي حنفيات ماي ستة زين، وأكو بالنص بلوعة، هذه حنفيات ماي هي البلد زين وبالنص البلوعة زين، فإذا تقول راح يصير هايبوكسيا بالليفر فأنت لا تتوقع المناطق القريبة من مصدر الماء راح يصير بيها هايبوكسيا، منو راح يصير بيها المناطق البعيدة عن مصدر الماء زين، بالكونجستشن منو يتأثر أول؟ راح هم يتأثر المناطق اللي حوالين سنترال فين، عتفتهموها لو لا، حتى بس أقول لكم ليش يصير الهايبوكسيا، فهنا أنا يقول لك the first the red blood cells will accumulate in the sinusoids around the central vein surrounded by the peripheral hepatocytes which are better oxygenated because of their proximity to the hepatic arterioles زين، so they are less hypoxic and may only develop fatty changes giving an appearance of nutmeg liver، فراح يتبقع الليفر يصير بلونين نسميها النوتميك ليفر، شوفوا هذا قد الرسم يشبه النوتميك يعني هذا بالضبط يشبه النوتميك، مناطق غامقه مناطق فاتحه، ان المناطق الغامقه هي اللي حوالين سنترال فين، المناطق الفاتحه هي بالبريفري يسميها نوتميك ليفر. بعد إذا ما صار إذا ما عالجنا هذا الكونجستشن راح يرجع باق 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 وين يصل؟ يصل لي سيطرة أربيل يمكن congestion of the spleen ينزل جوه بعد congestion of the spleen produce enlargement of the spleen، طبعا كنت اتفقنا كلتنا أنه الكونجستشن راح يسوي enlargement of the organ، فenlargement of the spleen نسميها بالحالة شنو؟ راح تاخذه بالمدرسة سبلينو ميجالي، شنو ميجالي باللاتيني؟ يعني لارج يعني مثل أكروميجالي سبلينوميجالي زين هيباتوميجالي فيسميها سبلينوميجالي with focal hemorrhage and eventually fibrosis، أيضا يصير هم هاي البلد فيزل يصير بريك داون الار بي سي تطلع فيصير hemorrhage and eventually it will heal by fibrosis أو ما تكون generalized، كون ما قلنا النوع الثاني شنو هو localized local venous congestion من اسمها local as a consequence of isolated venous obstruction، اشو نسوي isolated venous obstruction فين واحد ينسد مثلا thrombosis of the veins in the
deep veins in the leg يسميها DVT deep venous thrombosis deep venous thrombosis يعني مو هاي superficial veins اللي مبينة باللegs لا deep deep deeply situated one this is a very dangerous disorder which may lead to pulmonary embolism mechanical compression مثلا of the veins by a tumor أو باندج مثل ما قلنا إذا تحطون جهاز الضغط أو تربطون إيدكم مثلا أو يربطون رجل أو بنات يلبسوا مثلا فتشي ضيق مثلا كورسي أو فتشي هذا كل يسوي venous obstruction strangulated hernia أنتم ما ماخذين جراحة طبعا volvulus of the intestine strangulated hernia إيش مفتقة يصير أكثرها بالرجال مثلا هذا اللي يحمل أثقال سمين ويحمل أثقال وهذه تطلع فتقة خص inguinal أو umbilical النسوان أكثر من umbilical hernia هي يصير مثل evagination of part of the intestine مثلا inside the hernial sac مثل الجيب يطلع جيب وبداخله part of the intestine هاي الانتستين إذا افترت على روحها على نفسها twist فهذا رح يصير congestion إيش نوع congestion systemic localized هالحالة يا شباب localized صح localized لأنه ما كل الجسم بس مجرد that part of the intestine which has herniated outside وظلت بالhernial sac والhernial sac be opening يعني بشوم defect هو ليش يصير الفتقة أكو defect مثلا بالفيشيا وبعدين تطلع الهرنيا من الفيشيا مثلا umbilical هذول أكثر نسوان شوف همنا من الحمل الولادي يصير weakening of the anterior abdominal wall فيصير هيرنيا يم يسموه بارا امبلايكال هيرنيا زين فتشوف هيك مثل البعجي يسموه بالمصطلح بعجه بعجي او فدقه هي اسمها فدقه يعني شو صار ديفكت ابد مثل بيت الدقمه شايفين بيت الدقمه اذا تجي بيت الدقمه وتفوت اصبعك وتلف قماش من جوا بيت الدقمه وتطلع اصبعك من بيت الدقمه ملفوف عليه قماش زين هاي شيء يسموها يسموه هيرنيا هذا القماش يسموه هيرنيا الساك فهذا إذا بي blood vessel والفتحة ما الدقمة كلش صغيرة راح ينسد عليها due to edema راح يضغط على blood vessel راح يصير congested زين فهذه يسموها localized local venous congestion will result in localized edema and venous congestion حكيناها قلنا دائما congestion ويا شنو edema زين ما دام قلنا edema يلا فهمونا شنو edema الإديمة أو الوذمة بالعربي وذمة وطبعاً أخذتمها أنتم يعني ما هي مو جديدة عليكم ليش أنتم مرت عليكم بالسيل دمج مرت عليكم بالإنفلاميشن مرت عليكم بالإنفكشن فعدة مرات مرت الإديمة للمعلومات العامة أنه 60% of the lean body weight is water 60% من جسمنا هسه إحنا هو water سواء intracellular أو extracellular of which 2/3 is intracellular داخل خلايا داخل الخلايا and 1/3 is extracellular شنو extracellular يعني افتهمنا الخلايا وبداخلها سيتوبلازم وبي ماي زين الاكستراسيلولر وين البلازما الدم 5% and the rest is interstitial fluid ما بين الخلايا interstitial fluid اكو space يسموه interstitial tissue اللي بي ايضا fluid فتخيلوها 60% عايشة حولها 2/3 intracellular 1/3 extracellular وين هذا الاكستراسيلولر يا اما جزء من البلاد اللي هو يمشي بدون يعني مو داخل الخليه يمشي بالسيركيليشن فهي يسمي اكستراسيلولر 5% والباقي وين وديته الباقي هو ان ذا انترستيشال فلويد كل هاي المقدمه حتى اقول لكم فشي اكو اسمه انترستيشال فلويد اللي هو راح يتخربط هسه اذا صارت إديمة هذا الرسم يوضح الحكي زين أنتم تعرفون بالفيزيولوجي الستارلينج لو بس مع هذا في الإعادة إفادة There are two opposing factors that govern the movement of fluid between the vascular and this interstitial spaces هذا اللي حكينا عنها الانترستيشيال سبيسز اللي موجودة بدون بالجسم كله بين الخلايا سين interstitial spaces فهذه السيركوليشن هنا عندنا الارتيريال سايد والفينوس سايد لازم الدم اللي يخرج من الارتيريال سايد لازم نفسه يرجع وين على الفينوس سايد تمام هل هذا ممكن ممكن اشنو عن طريق هذا الستارلينج لو هنا بجهة الارتيريال عندنا اونكوتيك وهايدروستاتيك الهايدروستاتيك هو البريشر اللي داخل بلاد فيزل والاونكوتيك ممكن تكون مدى اونكوتيك شنو هو مال ايش منين جاي يا شباب واحد يجاوبني
proteins. عفوا دكتورة اسمعينا، ترى ماكو صوت. The recording has stopped. الو هذه تسمعني؟ نعم. هذا إيه نانا، هذا الموضوع إيه نانا، كنا عم نحكي على الأونكوتيك وهيدروستاتيك بريشر. قلت لكم شنو الفرق بين الأونكوتيك، يعني شنو معنى الأونكوتيك، مين يجي الهيدروستاتيك اللي هو البريشر الموجود داخل البلد، بس الأونكوتيك شنو؟ ممكن دكتورة؟ نعم. الأونكوتيك بريشر هو البريشر اللي ينتج عن البروتينات اللي موجودة بالبلد، يعني مثلا أكثر شيء ينتج من وين؟ من الألبومين بالدرجة الأساسية. تمام، منو يجاوبني؟ طبعا أنا ما أعتذر عندي بالشاشة.
محمد عبد الله. شكرا محمد. صح جواب صحيح. There are two opposing factors that govern the movement of the fluid between the arterial and the venous end. سين. فهسه احنا من هاي الجهه من جهه الارتيريا عندنا هيدروستاتيك وانكوتيك، من الفينوس ايضا عندنا هيدروستاتيك وانكوتيك، هنا ياهو الاكثر الهيدروستاتيك. زين فيطلع الفلويد اوت، المفروض بجهه الفينوس منه اكثر الانكوتيك حتى يسحب الفلويد ان، لان الهيدروستاتيك يدفع الانكوتيك يسحب. زين فهنا نشوف السهم الاحمر اكبر من الازرق، فهنا بهاي الجهه الهيدروستاتيك يدفع والأنكوتيك هنا أكثر يسحب، فإذا هنا نخسر هنا نربح، والمعادلة تقريبا متساوية ما عدا 5% of fluid is lost in the tissue but it will be reabsorbed by what. شنو هذا الأخضر؟ أحد يقول لي شنو هذا الأخضر اللي يساعدني بأنه absorption of the fluid. lymphatic system. excellent. lymphatic system. هذا محمد ما؟ نعم دكتورة. نعم اكسلنت محمد. arterial الهيدروستاتيك اكثر من الانكوتيك يطلع الفلويد اوت، بالفينوس سايد الانكوتيك اكثر من الارتيريال يرجع الفلويد ان. هل هو 100% يرجعين؟ لا، قسم منهم يهربون. يهربون وين؟ يظلون بالانترستيشيال فلويد. زين اذا كل بلس كل ما ينبض القلب يدفع دم ويروح الجزء من الفلويد بالتشو 5% لوس ان ذا تشو 5% لوس ان، هذا شوي شوي راح يصير ديما. لا ماكو شيء، لانه الليمفاتيك راح تمتص كله وتول ابزورب اول ذا فلويد ان ذا انترستيشيال ديبارتمنت ما عدا في الحالات الباثولوجيك اللي سنذكرها. سو اونلي ذا ريزيدوال اماونت ويتش ستي ان ذا تشو ويتش از جوينج تو بي درين باي ليمفاتكس. وهنا هذا رسم نفسه يوضح الارتيريال يا ناس يقول هنا انا push the fluid out in the interstitial وهنا يصير reabsorption عن طريق الفينوس، وهذا هو ما خسرنا كل شيء. زين لعد إديما ليش يصير الإديما ليش يصير؟ إحنا ده نقول لازم أكو تساوي. من تختل هاي المعادلة، من تختل هاي المعادلة راح كل التشو it will be lost in the interstitial spaces ويصير الإديما. فإديما تعريفة means abnormal. abnormal أول شيء مو normal. abnormal شنو هو abnormal؟ what excessive accumulation of free fluid in the interstitial tissue spaces and or body cavities. يعني مو شرط بس بالinterstitial، ممكن بالبلورا يعني هاي اللي تحيط الرئتين، ممكن بالperitoneal cavity. زين فهاي يسموها tissue body space cavities body cavities. the free fluid in the interstitial spaces is commonly called edema. This fluid lies free. يعني ماكو في limitation لهذا ال ماكو حدود تحيط بهذا الإديما. It lies free in the interstitial spaces between the cells. Where? Between the cells. شو نسميها المنطقة؟ interstitial spaces. The main ingredients of fluid of this fluid is water. طبعا هو mainly water. أي طلع. The extravascular fluid can also collect in the body cavities. مثلا pleural cavity فرح يسموها hydrothorax. ليش hydro؟ هسه قلت أني سبب، لأنه معظمه water. فقلت لكم مصطلحات الباثولوجيكية هي تفسر نفسها بنفسها. hydrothorax معناه accumulation of fluid which is mainly water. where? in the thorax. which part of the thorax? between the two pleura, the visceral and parietal. فيسموه hydrothorax. فكله راح تنعاد عليكم بال باطنية تقولوا قديمة يسمعيها بالباثولوجي. peritoneal cavity يسميها hydroperitoneum أو مصطلح آخر ascites. شو عنده هذا المريض؟ خطيئة، هذا عنده liver cirrhosis وبعي بطن أباك حامل 10 أشهر مو 9 أشهر، تنقوا لما عتلمع الجلد قد ما stretched. فيسموها ascites استسقاء ascites. زين hydroperitoneum أو بالpericardium ما دام أكو visceral وparietal وبينهما lubricant lubricant material، هذا ممكن يصير accumulation of fluid inside these cavities which is called pericardial or hydropericardium. in the pericardial cavity which is called hydropericardium. زين أنا ساركة شنو؟ أنا مو أنت، أنا ساركة شنو؟ أنا ساركة is severe generalized edema.
كله من فوق لجوه marked by profound swelling of the subcutaneous tissues وبعد accumulation of the fluid in the body cavities. ما بس بالسبكوتينوس تيشو وإنما بكل البادي كابيتيز. هذا أنا سارك طفل، أنا سارك ولدة معه، أنا سارك فيتل، أنا سارك يعني إذا تدوس أي جزء من الجلد ما لا يتطمس مثل العجينة المختمرة بعد شوية يطلع، يسموها هاي بيتينج إديما، وفوقها من كل الجسم وكل الكابيتيز بعد بطنش كبرى، هاي معناتها accumulation of edema. إديما تس fluid in the subcutaneous tissue and all body cavity، يسموه أنا سارك. زين. Why edema occur? Why edema occur? Pathogenesis. Increased hydrostatic pressure. قلنا المعادلة راح نختلها. قلنا لهنا الأونكوتيك أكثر منها وهنا الهيدروستاتيك أكثر. لا. إذا تخربطت المعادلة راح يصير إديما. فيا إما نزيد الهيدروستاتيك بريشر أكثر من الطبيعي فيقوم يدفع الفلويد outside to the interstitial spaces، أو نقلل من الأونكوتيك بريشر. اختلت المعادلة. زين. مثل ما نقول 2 ناقص 2 يساوي 0، إذا قلنا 3 ناقص 2 لا يساوي 0، أو قلنا 2 ناقص 1 لا يساوي 0. إذا يا ألعب هاي الطرف معادلة أو ألعب هاي الطرف أخربطها، تتخربط كل المعادلة. فإذا يا إما increase the hydrostatic pressure أو decrease colloid، هذا اللي قلنا مع البروتين osmotic، نسميها osmotic pressure، أو 5% هاي الهربت بالinterstitial spaces نسد الليمفاتكس. الليمفاتكس راح مريضة راحت شالت البريست مالها، كان عندها سي اي بريست لا سمح الله، وشالتها وشالها والليمف نود الاكزيلري ليمف نود، وطبعا الليمف نود وحده متشلبه بالخ مثل الشبكه بيش بالليمفاتيك فيزلز. زين، هاي الليمفاتيك فيزل هاي واجبها تلم المياه الفلويد الزايد الململم المطشر بالانترستيشال سبيسز. زين، اذا هاي كلها تقطعت الليمفاتيك، تشوف المريضه تيجي بعد العمليه وعندها فد لام تحت الأكزيلا، أنت دوسة كلش soft، كلش fluidy، لأنه fluidy. فهي due to what؟ due to lymphatic obstruction. طبعاً هي المريضة يابا كل شيء ماكو، ترى هاي due to lymphatic drainage راح، هسه يلقي له مجرى آخر، لا تخاف، ترى lymphatic vessels موجودة بوفرة في هاي المنطقة، فشوي شوي راح يصير absorption وراح تطلع lymphatic جديدة، هي تأخذ مكان هاي اللي راحت وتروح. فإذا هاي واحدة من الأسباب هي lymphatic obstruction أو obstruction by a disease not only removal by surgery by disease مثل filariasis، أو increased vascular permeability. الهيدروستاتيك موجود، الكولايد موجود، بس الإبيثيليوم ما البلد فيزل تفتح زايدة عن اللزوم فيسموه increased vascular permeability، أو sodium and water retention، وهذا رح يخربط لي كل الإلكتروليتس بالجسم. زين، ناخذ اول سبب وهو الانكريز. نعم سوري، بس ممكن سؤال سريع؟ تفضل. يعني جماعه السكري ليش يصير عندهم، يعني السبب الرئيسي شنو هو؟ ليش يصير عندهم يعني هاي الخروج مال الفلود الزايد الإديمة؟ ليش يصير إديمة؟ لا ما شرط، خصوصا بالاطراف السفليه. لا 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 عادي. لا 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 ما. يعني مو كل اهل السكري يصير عندهم إديمة، هذا أكو أسباب. أكو واحد من أهل السكر مثلاً، أكو نساء يصير عندهم hypothyroidism with diabetes postpartum، ماشي هان سيندروم مثلاً، يصير عندهم هاي الأشياء. بس أهل السكري ما كلهم عندهم إديم، وما أكو هاك الشيء، ما أكو هاك الشيء. هاي بس أهل الهارت فيلر. روح أسأله، أخذ من الهيستوري هذا من الهيستوري تأخذه، يطلع معاه هارت فيلر، يطلع معاه another pathology. زين، بس هم ممكن تسأل أهل الباطنية، يعني ممكن مثلا، بس هم أهل السكر يصير عندهم نيوروباثيز، يعني الضعف بالأعصاب، ولهذا يقول لهم أخذوا مركبات البيبليكس وهذه. بس مو شرط كل واحد دايبتك عند إديمة. هذول اللي يشتغلون سانيتر، يعني سنتري كل يعني جوبس مثلا، قاعد النهار كله سايق ما حاجة، لا عنده سكري ولا عنده ضغط، سايق. أنت روح سافر هسه لأمريكا، روح سافر ماليزيا أستراليا، 16 ساعة تقعد بالطيارة، تنزل من الطيارة. طبعاً إذا تكرموا النازع حذاء، نازعين حذاءكم بنات، أنتوا نازعين حذاءكم، أوف بزن نقعد بالطيارة نرتاح وهذه، أو بالسيارة رايح لبغداد بالسيارة، ترجع تريد تلبس حذاء ما يلبس. ليش صار إديمة برجليك؟ ليش الإديمة؟ هيدروستاتيك هو يعني accumulation، يصير الفينوس درينج ويك لما أنت تنزل رجليك. لهذا يقول لك كل فترة سويتش مثل حركة البايسيكل برجليك، حتى شنو الفينوس درينج يعني اكتيفيشن يصير بيه.
هسه تجيك واحدة one by one. Arise in the hydrostatic زين. هسه قلنا أول سبب increase capillary hydrostatic. اسمعوا يا هو السبب hydrostatic. أيه من المعادلة الجزء اللي يدفع ال water out. Arise in the hydrostatic pressure at the venular end of the capillary more than the oncotic pressure results in minimum or no absorption of fluid at the venular end. احنا اتفقنا انه الانكوتيك بالفينيولر اعلى حتى يسحب، حتى قوة السحب اقوى من قوة الدفع فيسحب. زين اذا تغلب الهيدروستاتيك على الانكوتيك، اذا زاد لأي سبب مثلا وين وصلنا minimum or no absorption of fluid at the venular end consequently leading to edema. Example, congestive heart failure, constrictive pericarditis, ascites of the liver, hepatic cirrhosis, venous obstruction to DVT, deep venous thrombosis. مثل ما ذكرنا هسه بأول محاضرة أنه ليش يزيد الـ venous hydrostatic pressure؟ تجيب الـ venous outlet والسدة، السدة مثلاً venous thrombosis أو أي شيء يعني يصير يسد المجرى الـ outlet مع الـ venous drainage فيصير congestion. ما قلنا دائما كلمة congestion مصحوبة بإديمة، فأنت من صار congestion يعني إيش، منو اللي زاد؟ البروتينات زادت؟ الأنكوتيك زاد؟ لا، الأنكوتيك باقي كما هو، بس منو اللي زاد؟ الهيدروستاتيك. فشي يصير push the fluid outside، أو هو أصلاً fluid outside، أصلاً هو fluid outside ما يقدر يرجع. ليش؟ لأنه بدل ما يصير absorption of the fluid back to the circulation راح يظل خطأ ينتظر برا، ينتظر أنه الهيدروستاتيك يكون أقل والأنكوتيك أكثر ويسحبه، ما راح يسحبه راح يظل برا. فهذه الحالات تصير بالcongestive heart failure, constrictive pericarditis لما يصير fibrosis of the pericardium it cannot dilate it cannot relax فراح يصير أيضا contraction مال heart abnormal فيبقى circulation venous congestion and edema. Ascites as the cartoon يصير of the liver and liver disease like cirrhosis تليف الكبد and venous obstruction by DVT. زين وهنا عندنا هاي الإديمة السمري يقول causes ما الإديمة هذا in a summary causes either in the heart in the liver in the kidney. شون يعني شون أوزعها؟ مثلا increase the hydrostatic pressure in congestive heart failure ascites venous obstruction هاي شرحناها هسه. Decrease oncotic pressure شو وقت يقلل البروتين ويقلل الطرف مع المعادلة اللي يخص oncotic pressure من nephrotic syndrome اللي يقوم يتبول زلال يعني البروتين will be excreted with urine. In liver cirrhosis ما تصنع البروتينات أصلا، الليفر عاطل، معمل عاطل ما تصنع البروتينات، أو بروتين مال malnutrition أو ما أو كل المعامل عاد تشتغل بس هو الإنسان ما قاعد يأكل، ماكو مجاعة، ماكو بروتين، أو lose the protein يعني مثلاً protein losing enteropathy هذول يصير إسهال يأكلون فوق ينزلون إسهال كل شيء ما راح يستفادون فيصير الأنكوتيك برجع خلي. Increase permeability like in inflammation and lymphatic obstruction like in inflammation and neoplasia. هاي تقريباً يجي مختصر لكل الأسباب. زين نجي على السبب الثاني، قلنا هناك increase hydrostatic pressure، هسا نجي بالعكس decrease plasma oncotic pressure وسذكرناها كلها بعد المربعات. Why decrease oncotic pressure؟ ليش يقل بروتين بالجسم؟ يا إما المعمل ما يصنع decrease synthesis like in liver diseases، protein malnutrition ما عنده أكل، مجاعة، ما عنده ما يأكل خبز وشاي، إما نجيب البروتينات. زين؟ أو increase loss، يأكل ويشرب بس بي disease بي nephrotic syndrome، الزلال كله يروح عن طريق الإدرار، أو عن طريق الإسهال، protein losing enteropathy. Reduce plasma oncotic pressure will lead to movement of the fluid into the interstitial spaces, decrease in the plasma volume. ليش؟ لأنه ما رجع سحبه كل الفلويد اللي طلع من arterial end ينتظر يرجع للديار ماله للblood circulation، ماكو أحد يسحبه لأنكوتيك ماكو فيبقى برا، فdecrease renal perfusion and secondary aldosteronism. هذه طبعا رأسا الجسم يسوي compensation to this condition فيستبقي ما موجود بالبروتين حتى يرجع يعدل المعادلة اللي تأثرت بالأوزموتيك بريجر. السبب الثالث هو lymphatic obstruction due to what؟ due to inflammation أو neoplasia، واستثنيناتهم شرحناهم.
This will lead to obstruction of the lymphatic drainage filariasis. أنتم تسمعوني كل فترة أسألكم تسمعوني ولا أندش عن روحي؟ نعم. أي نعم. فيلارياسس يمكن سامعين بها وما سامعين بها، الطفيليات رح تاخذوها. داء الفيل يعني رجلة الليمفاتيك درينج of مثلا the leg is obstructed completely by this parasite اللي هو الفيلاريا، فصير رجلة مثل رجل الفيل، يسموها فيلارياسس أو إليفانتياسس مثل الفيل، which will lead to fibrosis of the regional lymph node and edema of the lower limbs، يسموها إليفانتياسس. أو in cases of CA breast there will be obstruction of the superficial lymphatics, edema of the overlying skin, سموها بود أورنج. قبل ما يشيلون التيومر مرات شو انت عرفها المريضة عندك كانسر أو ما كانسر، يا رب يقول لك هاي الماس هاي البنايل مالجنت، والله تقفون شو تقول لا هذه أصلا لا يسموها tethering of the skin، tethering يعني صار شون جلد البرتقالة بها، البرتقالة مباع لجذبية كلها تقوب صغيرة 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 صغيرة، ها فهي كل تجوت لمفاتيك أوبستركشن فيصير إديمة بين هاي الثقوب، فصير مكان إديمة ومكان الثقب، ها فيصير هذه يسموها بود أورنج جوت لمفاتيك أوبستركشن. آه وقلت لكم الكوز الثاني بعد ما يشيلون التيومر يشيلون الأكزيلير لمفنوز يشيلون لمفاتيك فيزلز كلها، تنتهي المريضة بأنه هذه الانترستيشال كومبارتمنت الفلويد بيه يزيد، فتنتهي بماس ثانية بس هاي تيمبوراري زين. فإذا أثناء الموجود التيومر وبعد ما يشيل التيومر راح تعاني من هاي المشكلة اللي هي lymphatic drainage will be obstructed. بعد قلنا من الأسباب increase capillary permeability. Permeability capillary endothelial injury by toxins مثلا and their products will lead to مثلا examine مثلا histamine or anoxia or venoms لدغات العقارب certain drugs chemicals هاي كل تزيد الchemical permeability. It will increase the capillary permeability causing leakage of plasma proteins into the interstitial fluid and more reduction in the plasma oncotic pressure like in inflammatory edema. يعني إذا مثلا واحد صار عنده حساسية من أي شيء تحسس من الدراج أو من سموم أو من أنوكسيا أو من chemicals فيصير increase capillary permeability. طبعا هختمها مع دكتور زياد إنه endothelial cell ال pores between endothelial cell will be bigger فيهرب الفلويد كله outside فتصير إديمة يسموها inflammatory edema. شنو سببها inflammatory edema due to increase capillary permeability. هاي تخصني إلي مواضيع وتخص دكتور زياد نفس الحكي زين. بعد السبب الأخير ممكن يكون sodium and water retention. This derangement in normal regulatory mechanism of sodium and water balance may increase the capillary hydrostatic pressure which leads to edema. Example, edema of renal diseases, مثلا nephritic and nephrotic syndrome. خصوصا بالnephrotic تشوفهم مورم كل توجوع عيونه خصوصا جو العين يصير. فالإديمة due to nephrotic syndrome. ليش؟ لأنه قلنا بالهذه يصير the patient will lose protein with urine. فيقل الoncotic pressure ويزيد الhydrostatic pressure. It will force the fluid outside into the interstitial spaces. ومن طبيعة الإديمة الفلويد يروح المكانات الرخوة السهلة حتى لا أكو مقاومة. فتشوف أبو الرينال فيليار عنده إديمة بس أكثر وضوحا تحت العين مثل هذه الجفن الأسفل ما العين يورم بايلاترال فرأسا تقول له روح سوي فحص مال إدرار راح احتمال كبير إنه يطلع عندك زلال. هذه بودورنج شوف هذه البودورنج اللي قلنا due to lymphatic obstruction. شوف هاي البودورنج شوف يقول الثدي شون يبين هذه أهمنا يعني تأكد لك إنه هذا الماس is not benign. شوف هاي جلد البرتقالة وجلد المرأة اللي سلام قوله من ربه الرحيم إنه عندها CA breast. زين clinical classification ممكن أقسم الإديمة إلى عدة أنواع. إذا قسمتها حسب الديستريبيوشن مالها شو راح أقول؟ راح أقول يا إما تكون localized إديمة أو generalized إديمة. اللوكالايز شرحناها قلنا عليها مثلا أهل هذول الدي بي تي مثلا أهل الإنفلاماتري إديمة يعني واحد مثلا التهب جلده جلد قطعة من الجلد مثلا بإيده برجله التهب قطعة من الجلد طبعا مو كل الجسم راح يصير إديمة بس القطعة الملتهبة مثلا بنية لبست مثلا شبه أو كثير بنات يلبسون شبه تشوف رأسا يصير عندهم ريدنس وإديمة بالأريا مثلا حساسية صار عندهم أو لدغة بعوضة ماك واحد ما أكل لدغة بعوضة وهذه تشوف رأسا يصير إنفلاميشن وإديمة بنفس المكان فهي شو يسميها؟ localized نوع inflammatory.
أهو due to lymphatic edema, due to lymphatic obstructions, عشان إحنا الفيلارياسيس مثلاً أو البريست كانسر يصير لوكالايز بذيك المنطقة فقط, أو due to filariasis خصوصاً باللور لمب سموه elephantiasis, أو edema due to localized venous congestion. مكان قلنا دائماً venous congestion معاه إيد بإيد ويا الإديمة, زي مثلاً بالديفيان ترومبوسيس. فالمونري إديمة أيضاً هم ممكن أسميها لوكالايز, لأنه بقية إذا ما تعالجت ممكن تتحول إلى كرونيك, تنزل باك باك بريجر. يعني إذا ما عالجتي أنت البلمونر إيديما راح تنزل على الليبر, والليبر يروح على السبين والسبين وهكذا. إذا ما عالجنا انسداد مسيطرة الموصل راح تظل السيارة ترجع باك إلى أن تصل أربيل, مو ترجع باك يعني يصير كونجستشن احتقان بالشوارع إلى أن يمكن يصل إلى السد إلى الكلك, وبعدين يجوز ما نعالجه يصل للأربيل. فإذا أنت ما تعالج يصير كرونيك فترجع باك بريجر على proximal sites. زين بيقول لك جنرالايز شنو عم حكينا عليها بالهساته بالهارت فيلير, كارديك إديما سين ان رايت سايدد هارت فيلير. اذا هذيك بالمونري كونجستشن تتذكرون, هذه كارديك إديما سين ان رايت سايدد هارت فيلير, قلنا راسا ينزل على الليفر ويصير للناتميك. نيوتريشنال إديما زين هذه قلنا بسبب الهايبوناتريميا هايبوبروتينيميا, ما ده ياكل هايبوبروتينيميا سوري هايبوبروتينيميا due to يا إما malnourishment يعني مجاعة, ماكو بروتين ماكو لحوم ماكو بقوليات ما يجيب بروتين, malnourished مجاعة, أو مال absorption لا والله ما مجاعة أشكال وان على الميز بس ياكل منه يروح يصير مثلا دايريا, protein losing enteropathy يسموها, يعني كل البروتينات يفقدها عن طريق الخروج. أو chronic liver diseases, هنا المعمل مصنع البروتين مثلا بالسيروز هاي decreased protein synthesis, فكل تها راح تؤدينا الى نتيجه واحده وهي الجنرالايزد إديما. او رينال particularly starts around the eye يسموه peri orbital edema then it will become generalized. قلت لكم هذا بالرينال فيلير الاند ستيج رينال فيلير, حتى بالبدايه من نيفروتيك سيندروم كله يصير إديما of the lower eyelid لانه loose tissue, فهو الإديمة موجودة بغير مكانات, بس لأنه هذا الفيس ظاهر يعني بنية مثلا محجبة ما تشوف منها غير وجهها, فتباوع مثلا جو العيون رأسا نقول أنت روح سوي جنرال يورين إكزامينيشن راح يطلع عندك مثلا بروتين زلال باليورين. زين ليش؟ لأنه هو لوس تشوف فيجي الفلويد بلا تعب, حتى لا يتعب روحه رأسا يتكون بالمكانات اللي تكون لوز بدون مقاومة. شوف هنا أنا ممكن أقسمها إلى نوعين, هناك قلنا حسب اللوكاليزيشن قسم الى جنرالايز لوكاليز. زين ممكن تقسيم اخر ايه ممكن اكو بيتينج ونان بيتينج إديما, يعني اكو ادوسها هالشيء مثل عجينه مختمره تدوسها بعد شويه تطلع اسميها بيتينج اكو نان بيتينج. شنو البيتينج إديما؟ means when the edematous part is pressed by the thumb مثل ما اشوفكم بالصوره, يعني a pit يعني مثل النقره is formed which refills slowly after the thumb is removed. شيل إيدك شوية شوية ترجع بالضبط, البنات يعرفوها من سوي عجينة مع البيتزا أو فتشي ندوس أصبعتنا نقول اختمرت إيه بعد شوية ترجع, يعني هذا الفراغ اللي سويتيه بالأصبع البيت راح يرجع لمكانه, فهي يسموها pitting edema mainly in the dorsum of the foot, in the ankle, in the shin يعني against the tibia, in the sacrum. These are the usual sites to look for edema. من يقولك طبيب الباطنية افحص هذا المريض بالله شوف عنده إديما, شوف انت مطالب منه سأل ابو الدايبيتس عنده إديما او ما عنده, روح افحصه شوف عنده بيتينج إديما بالفوت بالانكل ويجوز بعد اكثر against the tibia, ها يعني الجلد اللي يغطي التيبيا امن إديما تصد الدوسه تشوف هاي. اذا ليش هنا نتكون من الفلويد؟ ليش بالذات هنا؟ ليش ما اروح اقيسه على البطن مثلا؟ احد يجاوبني مثلا عنده فكره ليش الإديما تصير بتبدي بهاي المكانات؟ دكتورة ممكن؟ إيه تفضل. لين محمد؟ نعم لين 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 هاي المنطقة بعد عن القلب, فالرجوع مال الفلود يعني شلون أقول لك ياخذ وقت أكثر حتى يرجع. والتأثير الثاني بسبب الجاذبية يعني. وعندنا الجاذبية. صح يعني إذا واحد إذا مدد مثلاً بارالايز مشلول ومدد بتروحين تشوفين أوضح إديمة تبين وين بالساكرم. ليش هسه أنا ذكرت ساكرم؟ زين الساكرم إذا مدد ها شكل وإذا واقف على حيلة شكل. زين فإذا هم الجاذبية تلعب دور أو البعد مثل ما يقول ما يخالف عن البينس درينج
هذيك المسكلر ما راح تشتغل بشكل صحيح. تمام. والإديمة دائما it occurs when venous pressure is increased مثل right side heart failure or the osmotic pressure is increased. هذه البيتنج بها سبب جاء إذا يكون right side heart failure وانكريز hydrostatic pressure أو decrease in the osmotic pressure مثلا hypoproteinemia. It is more marked in the dependent areas مثلا the feet in the ambulant patient and sacrum in bedridden patients. إذن feet بالambulant اللي يمشون ساكرام بيدريدن يعني طريح الفراش ما يقدر يقوم. هذه التقسيم الثاني. اللي عندنا البيتنج شنو معقول اكو نون بيتنج؟ ايه شوف هاي الباراسايت اللي قلتكم عليه الفيلاريا، هاي الباراسايت مثل الدودره في عتود بالفينا بينات فتقتل الفينوس درينج. ف when the thumb is pressed no pitting takes place. It takes place in cases of lymphatic edema مثلا فيلارياسيس ميكزيديما. ميكزيديما اللي هي هايبوثايرويديزم راح يصير التشو إديماتس بس نون بيتينج لأنه مينلي إتس ميكزيماتس ماتيريال ما نوت فلويد. أو أنجيو نوراتيك إديما. أنجيو نوراتيك إديما زين هذول ثلاث أنواع هذه لا ما بيها بيتينج نسميها نون بيتينج إديما. فإذا قسمناها إلى لوكلايز جنرالايز بيتينج أن نون بيتينج أور I can classify edema according to the nature of the accumulated fluid into transudate and exudate. وانتم عرفتم شنو transudate و exudate فرق بيناتهم. قلنا transudate is a protein poor fluid which result from disturbance of the Starling forces. قلنا قانون Starling هذا اللي بدينا به. قلنا الهيدروستاتيك أكثر من الأونكوتيك في الأرتيريال end والأونكوتيك أكثر من الهيدروستاتيك في الفينوس end ولهذا يستاوي الفلويد الخارج على الفلويد الداخل ما عدا بعض الأجزاء اللي تمتص عن الليمفاتكسية هاي الستارلينج. فإذا الترانزيديت ليش طلع برا؟ which is a poor protein poor fluid from disturbance of the starling forces. شنو خاصية الترانزيديت؟ إنه specific gravity أقل من 1.012، البروتين content أقل من 3 جرام per deciliter. example nephrotic syndrome. بالnephrotic syndrome يفقد 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 زلال فيصير الإديمة تسخلود اللي يطلع التشو ما بي أصلا ما بي غير بس water transudate and poor in a protein. exudate لا هاي في حالة الانفلاميشن تتذكرون في بعض الأنواع من الانفكشن. exudate the إديمة تسخلود resulting from increased vascular permeability like in inflammation a protein rich specific gravity أكثر من 1.12 protein الكونتينت أكثر من 3 جرام بير ديسيليتر. هاي تحفظوها 3 جرام بير ديسيليتر لا تقولي بير مل بير ليتر بير ديسيليتر أوكي. فهذا الفرق بين ترانزيدز للتذكير ده أذكركم زين. دكتور سؤال محاضرة دكتور نزار 1.015 هنا 1.012 ما يخالف على هاي اللي يعني هاي أعشار الأعشار وأهم شيء واحد أول رقم واحد مو تقولي 0.0 زين. pathological features أنت طبيب بردها جاك واحد والشكل باوعت عليه بالشارع صديقك قرايبك باوعت عليه الشكل بقى. شوف هذا شكله شون مبطط عيونه شوفه اللور آيليد مينلي شوف حتى الأبر آيليد زين. فهذه كلينيكلي إيش راح يشوف إديما. إديما is most easily recognized grossly يعني بالعين المجردة. microscopically راح تشوف هسه شفنا مثلا edema fluid is reflected as a clearing and separation of the extracellular matrix element. يعني تشوف فراغات كثيره بين الانترستيشال كومبارتمنتس بين الخلايا المكان الاكستراسيلولار ماتريكس شو بي سبيسز كثيره. ليش الماي هو دخل على هاي السبيسز. edema most commonly seen in subcutaneous tissues or in the lungs and the brain. هذول المكانات اللي تتركز بها الإديمة mainly subcutaneous tissue. بعدين إذا كانت من نوع systemic إما باللنكس or even in the brain. subcutaneous edema ايش تفرق عن البقية؟ this can be diffuse or more prominent in areas with high hydrostatic pressure. تختلف من منطقة لمنطقة كمية الإديمة حسب الهيدروستاتيك pressure. مثلا dependent edema is a prominent feature of cardiac failure particularly of right-sided heart failure, right ventricular failure. As a result of gravity, طبعاً للجاذبية, it can be in the legs when standing
or involving the sacrum when recombinant. فإذا recombinant يعني إذا المتمدد فتكون الإديمة. Edema due to renal dysfunction or nephrotic syndrome starts in the loose tissues around the eye, يسميها periorbital مثل الصورة عادي تشوفوها. Then it will become generalized. طبعا هو البروتين ينفقد بكل المكانات، ما معقولة يعني. شوف هذا الفرق بين ترانزيديت وإكزوديت، هذه الشوشة، هذه على اليسار هذا ترانزيديت، على اليمين إكزوديت. ليش؟ البروتين كونتنت يختلف. زين دكتورة؟ نعم. الصورة اللي قبل شوية كان أطالع شلون أفرقها من الإكزوثالمية؟ لا لا ابني لا لا، هذيك إكزوثالماس، هذيك بالثايروتوكسيكوز، هذيك تروح أصلا من وراء المريض، من وراء المريض طاوع وتباوع عليها من فوق، تقعد على السرير. يعني لا 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 محمد، تمام محمد عبد الله؟ نعم ابني محمد. هذاك الإكزوثالماس حتى من وراء المريض باع، تروح من وراء، تقعد على كرسي، تروح من وراء، تباوع عليها من وراء على عيونه، شوفها جاحظة مثل عيون الضفدع برا برا برا. زين، لأنه أشكل أكو شيء برجر، يعني كأنه برجر، ماكو شون واحد عيونه مدعر، شون واحد عصبي. زين، هذه إذا تشوفها عصبية لا خطية، هي عيونه راح تغور أصلا، راح تغور من الإديمة، راح تغور جوا. بينما هذا أبو الإكزوثالمس الأيليد لا، ما له طبيعة، بس كل الآي بول طالع لي برا، يعني ممكن يشوف الصور قد ما طالعة. طبعا حسب الدقري، ممكن بالبداية تكون قليلة، بالبداية شلون تكون مامتك عصبية عليك الشكل دي. ما شنو نقول إحنا من عصب على أولادنا ندعر عيونه، بس ندعر عيونه ترى تسوي شيء غلط، ها، أو تجاوب أنت طالب تجاوب غلط، أنا شو أسوي؟ بس أفتح عيوني، يعني ترى أنت تجاوب غلط، هذا مدعر هاي بالبداية. بس لا، إذا كثرت الحالة وما تعالجت مع الإكزوثالماس راح تبدي الآي بول تطلع لي برا، ها، بحيث ممكن أنت تشوفه من وراء المريض، يعني توقف وراء قاعد على كرسي تباوع من فوق، شوف عيونه يعني ahead of the eyelid، يعني طالعة حتى الايلد، يعني ما تبين، ها، والعين طالعة لي برا الاي بول. هذا بعكسه بالضبط، هذا شو، هذا الليد مغطيها، ما تمام؟ تمام. لا 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 لا، اكو فرق. زين، من انواع الإديمة قلنا ذكرنا البلمونري إديمة، لا تنسوها، تذكرون ذيك حكينا على البلمونري كونجستشن، كونجستشن ايد بايد مع الإديمة. بلمونري إديمة is a common clinical disorder. شوفينا ستروحون من الباطنية، أبو الطبيب الباطنية أول من رويكم شوف هذا عنده signs of pulmonary edema، وقلنا due to what، اتذكروا من يسد الطريق منه بالضبط، left sided most commonly due to mitral valve stenosis. Pulmonary edema is a common clinical disorder frequently follow left sided heart failure. Lungs are 2-3 times their size، يعني يكبرون أكبر من حجم مرتين أو ثلاثة، double or triple its original size. وإذا تقطعها بالأرض تقص اللانج، مثلا واحد قالوا لك هذا توفى بالبلمونري إديما، تجيب اللانجز تقصها بالسكينة طوليا، تباوع شكو فروثي، يعني شلون وقفات ما صابون، أيان مبينة بالصورة بعد السهم، فروثي and sometimes blood tingled fluid، يعني مرات ممزوجة، يعني حتى ممزوج بالبلد، consists of a mixture of air edematous fluid and extravasated RBCs. تتذكروا من شرحنا بالcongestion قلنا بالالفيولاي، أشكو هي الالفيولاي بها air، تمام، وراح يجي وياها الإديمة، وراح تجي وياها الايش، الRBCs اللي صار من التورتيوس congested capillaries تجي تهرب الالفيولاي. فأنت من تقص اللانج طوليا cross section in the lung، تشوف أول شيء متبقبق، يبقبق الماي وياه هذا الإديمس فلوس مثل فروث، يعني عبك وقفات ما صابون، وياها tingled with the blood، أوكي، due to left sided heart failure. بالبرين لعد شلون اشوف هذا برين إديمة، شوف احنا بالنورمال برين عندنا سلكاي اند جايراي، تضاريس اللي عالية سميها جايراي، والسلكاي السلكس اللي بيناتهم يعني الأخاديد. برين إديمة كان بي لوكالايز مثلا عند برين ابسس، برين تيومر، فرح يسوي لنا لوكالايز برين إديمة، اور ات كان بي جنرالايز مثلا انكيفالايتس، يعني التهاب الدماغ لا سمح الله، هايبرتنشن، هايبرتنسيف كرايسيس، مقد ما يفور الدم، يعني مقد ما بلد برجر عالي، يقوم ينضح، ينضح إديمة أو تنتلي هاي السلكاي. Obstruction of a brain venous outlet. زين، هاي كلها أسباب إنه يصير generalized إديمة. Encephalitis, hypertensive crisis,
obstruction of the brain venous outlet, depending on the nature and extent of the pathological process or the injury, when generalized, the brain sulci are narrow and the gyri are swollen and flattened against the skull. يعني شنو هذا الحكي؟ يقول لك هذه هو الكل السلكاي، هاي الفراغات اللي بين ال هاي السلكاي، هاي اسميها سلكاي، هاي اللي بين الجيراي. الجيراي هي المكانات المرتفعة، السلكاي هي السواقي الموجودة بين الجيراي. السلكاي راح تكون شون obstructed. زين ليش صارت obstructed؟ لأنه هذه صارت إديمة الجيراي وسدت الفراغات وصارت فلات. زين ليش صارت فلات؟ لو كان البرين يعني برا السكال لكان صار انلارج، اي مو هو السكال ليميتد سبيس، يعني البرين ما يقدر خطيه يتمدد براحته، فمنه اي ضغط عليه السكال، لانه بون صندوق داخل صندوق هو داخل السكال، فما يقدر الديما يعني تقدر ياخذ شكل يعني مثلا دائري او مثل سويلينج، لا 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 راح يصير فلاتند، بس راح يطغي على حساب منه، راح يطغي على حساب السلكاي. فشون يصير هذه الجيراي swollen and flattened، والعد السلكاي شي يصير بيها it will be narrowed. زين سلكاي will be narrowed بينما الجيراي will be swollen and flat against the skull. هسه احنا بالله كم سلايد عندكم ظاهر؟ دي نشوف القسمة على المحاضرة الجاية. كم سلايد بالله عندكم انتم بالهاي التوتال؟ ما مبين دكتور، ما مبين، هسه اشوفها بالله احنا دقيقة يشوف لي وين اتوقف حتى just a moment. The recording has stopped. على كل ما دا اشوفه اني بس الهيموريج، هيموريج this meeting is being recorded. يعني الهيموريج في شيء كلش بسيط وكل واحد يعرفه، انه indicate extravasation يعني خروج الدم من مكانه، extravasation of blood from the blood vessel. مكانك الطبيعي وين يا blood؟ بالblood vessel. ايش طلعك برا؟ والله صار هيموريج. ليش صار هيموريج؟ causes، اولا chronic congestion، حكينا احنا بالالفيولاي من نظل pulmonary congestion تصير البين فيها تصير tortuous. شيء يصير بليدنج داخل الالفيولاي والار بي سي تتكسر، ومن ياكلها ياكلها الماكروفاجز، فاذا ها صار نوع من الكرونيك كونجستشن اند بليدنج. هيموراجيك دايثيسيس انا ما راح اشرح هذه لانه شنو كلوتينج فاكتور اكسترنسيك وانترنسيك ونقص فيتامين كي وما اعرف شنو البروترون بتاع، ما اشرحها، بس هي هيموراجيك ديس اوردرز راح اشرح لكم اياها بالباطنيه. ثالثا فاسكولار انجري which is the most common، يعني واحد انجرح سكينه بهاي صار هيموراج، or due to atherosclerosis. Atherosclerosis وهو تصلب الشرايين وسنشرحها. Inflammation شرح لكم يا دكتور زياد. Neoplastic erosion يعني أنه السرطان يأكل داير ما داير، ومن ضمن إذا أكو blood vessel شوية يتقرقض بيه، يتقرض مثل الفار، وبعدين ينتشر عن طريق ما يقولك سرطان منتشر، يما ينتشر locally أو ينتشر عن طريق bloodstream. فإذا يصير hemorrhage بالأريا، فيفتحون التيومر مثلا مال كولون، يخصوه بالعروض، يشوفون areas of necrosis, areas of hemorrhage. Why this hemorrhage occur؟ لأنه التيومر بي blood supply من normal tissue، فكل ما يكبر وهي خلايا سرطانية راح تسوي erosion to the local blood vessels حتى تسوي metastasis، فيصير by the time راح يصير bleeding inside the tumor. فهذا واحد من أسباب الهيموريج all bleeding. Patterns include يعني external bleeding وقاعد تشوفه أنت بعينك، هذا هتصار بيه bleeding أيان إيدة مشروعة أو الفين أو الأرتري مقصوص، أو internal bleeding اللي هي رح تسوي الهيماتوما formation. مثلا تقولين هذا عنده نزف بالدماغ، أنت شفتيه؟ لا، بالأشعة بيّن، بالأشعة بيّن. زين، أو عنده نزف بال some cavities of the مثلا بالبادي، ما راح تشوفي انت بعينك، مو مثل ما واحد تنجرح ايده بسكين او طعن، لكن اذا داخلي يسمو انترن بليدنج، هيماتوما فورميشن او هيموثوراكس. احنا قلنا ذيك هسه اذا اديما صارت بال بين برايتال فيزيرال بلورا نسميها هايدرو ثوراكس، هنا انا راح اسميها هيمو ثوراكس due to accumulation of blood between the two the pleura of the lung.
أو هيموبريتونيوم يعني جمع الدم في داخل بريتونيال كافيتي. وعندنا أنواع من البليدنج البلسكين، أكو بيتيتشياي شو نسموها 1 to 2 مليم كلش صغيرة مقد راس الدمبوز تقريبا. بوربورا أكثر من 3 مليم أسميها بوربورا. إيكيموسز 1 to 2 سنتيمير سنتيمير، وماك واحد ما قصار بإيكيموسز، ما تشوفين إلا طقعة زرقة بإيدك أو بالركبة أو بالفخذ، يعني يمكن انطخيتم بشي ما حسيتم على روحكم، فما تشوفوا إلا كن زرقة أحمرت زرقة صفرت راح. شوف الفرق بين البيتيتشاي، شوفي فوق 1 to 2 مليم سميها بيتيتشاي، أو بوربورا هذه أكثر من 3 مليم، أو إيكيموسس. شوف هذا كنت نضرب طفل، كنت تعرض إلى حادث أو نضرب شوف يعني أبيوز طفل أبيوز، يعني كنت نضربه ضرب مبرح بحيث كله نزرق، هاي أو بليدينج تندنسي ما شرط يعني كنت نضرب، فسميه إيكيموسس. البقعة الكبيرة سميها إيكيموسس. البوربرا مثل هينوخ شوين لاين بيربرا هذا ديزيز راح تاخذوه في الميديسن، بس تذكروا هذا المنظر هينوخ شوين لين بيربرا لأنه أكثر من 3 مليم أسميها هذا نفس المريض. هذا هنا أنا بتيتشيال هيموريج of the colonic mucosa، هذا على اليسار هذا petechial hemorrhages of the colonic mucosa، شو كله مثل نقاط مال شلون تمسك دمبوز وتشكشكه كلته، فيسموه petechial hemorrhages of the colonic mucosa a consequence of thrombocytopenia. ليش هذا المريض صار عنده هذه الحاله؟ thrombocytopenia قلت عدد الصفيحات، قلت عدد البليتليت، thrombocytopenia بينيا يعني قليل. هنا أنا fatal intracerebral hemorrhage، هذا صار بينزب داخل الدماغ، فيتال يعني قاتل طبعا، لين راح يصير بريجر على الفيتال سنترز والمريض ينتهي بانكونشيسنس اند ذن ديث. زين كلينيكال سيجنيفيكانس اوف بليدنج ديبندز اون، يعني مو كل واحد نزف مات. ليش؟ لانه تعتمد على الفينا او الفوليوم اوف بلاد لوس اند ريت اوف بليدنج، يعني هذا تقول اذا ما تعالجه راح يموت، هذا راح تعالجه او ما تعالجه ميت. زين وهذا لا عالجه بسرعة راح يحتي، هذا ترى البليدنج سلو اند سمول اماونت، وذاك لا بليدنج سيفير وموست اوف ذا بلاد از لوست اند رابيد، فاذا فوليوم اند ريت رابيد لوس اب تو 20% اوف ذا بلاد فوليوم اور سلو لوس اوف ايفن لارجر اماونتس مي هاف ليتل افكت اون ذا هيلثي ادلتس، هاويفر جريتر لوسز كان ليد تو هيموريج or what's called hypovolemic shock. هسه رح ناخذها باخر محاضره صور hypovolemic shock. hypo يعني قليل، volemic يعني الفوليوم، shock يصير صدمه بسبب قله حجم الدم الموجود في السيركوليشن. بعد العنصر الثاني اللي اثر على severity of bleeding او significance of bleeding هو site of bleeding is also important. A trivial bleeding in the subcutaneous tissue can lead to death if it occurs in the brain. شو؟ يعني ممكن يمكن مثلاً 10 cc bleeding بس داخل الانتستين ما تموت. ممكن لتر داخل الانتستين ما يموت، لكن 10 cc داخل البرين تموت. ليش؟ لأنه يعني راح يصير pressure على vital signs، لأنه the skull is a limited space box. هو صندوق the skull هذا limited. فيعني اللي راح يصير بريجر على البرين وماكو مكان يتسع، ف it may end in death even if it's trivial حتى لو كان قليل. duration of bleeding is it acute or chronic or recurrent، فهي كلها العوامل اللي تحدد ال effect of bleeding on the human. normal hemostasis، ايش اقصد بال normal hemostasis؟ hemo blood stasis شنو؟ الستيسيس يعني حالة، يعني استقرار شنو استقرار الدم؟ شو ليش الدم مستقر؟ ليش الدم مستقر؟ يعني ما ينزف، ما يتجلط، ما يصير فلودي أكثر من لازم. أكو قوانين تحكمه. نعم normal hemostasis consists of a series of regulated processes to maintain the blood in a شوف الأحمر fluid، الدم يبقى سائل clot-free state ما تخثرات in normal inside the normal vessels while rapidly forming a localized
hemostatic plug, which is fibrin and platelets at the site of vascular injury. يعني هو نورمالي بلا ما حد يتحارش به, هو fluid, clot free, والblood vessel, the wall of the blood vessel is normal. طالما هاي ثلاث شروط عندي احنا بأمان. زين, ليش اكو واحد ما يتعرض الحادث, يوقع, ينطخ, ينجرح بسكين؟ اي ماك واحد ما كان انجرح بيوم او انفشخ. هسه الولد هسه من يقرعون راسهم كله اولاد كلهم اكثرهم يسوون قزع, هاي يطلع السكارات يعني قد ما كانوا ما شاء الله يعني مدلوعين منهم صغار. فاكو واحد ما كنت اعرض البليدنج, بنات انتم ما كنت اعرضتوا السكينه قاص تقشرون تثرمون ويا امكم ما شاء الله ما تشوفون الا جرحت باصبعتكم, قام الكسلان يقول ما قال الكسلان سوى زيان, فانتوا هنا ماكو بنيه ما جروح ايدها بها سكار, ماكو ولد ماكو فشخ براسه, ماكو ولد تقولوا لي كلكم عندكم هذه الاكسيدنتس مال هذه. فاذا صار كات هل هو اعتبر باثولوجيكال؟ لا, من ضمن الفيزيولوجيكال انه من مهام الهيموستاسيس شي يسوي لوكالايز هيموستاتيك بلاج. لوكالايز اول شيء يعني جزء المجروح فقط, هيموستاتيك زين يوقف النزيف, بلاج يعني قطعه او رقعه يرقع المكان زين المكان اللي صار بيها نزيف فقط. زين شنو هاي الرقعه من ايش يجيبها؟ من فايبري وبليتليتس. منين يجيبهم؟ من داخل البلد نفس البلد كونستيتوينز. البلد منين يتكون؟ RBCs, white BCs وبليتليتس. فيجيب له فايبرين بليتليتس على المكان ويسوي له هاي الرقعة, يوقف البليدينج. والله أنا شديته, أي ماما شدت ليها بالبلاستر ووقف البليدينج, بعدين أنا من توضيت وقع البلاستر شفت البليدينج وقف. صح, هي هاي نورمال, هي هاي نورمال, لأنه if there is an injury there will be a localized hemostatic plug which consists of fibrin and platelets at the site of vascular injury. شوف قلت كل كلمة لها معنى. زي وإذا صارت هاي الكلوت بمكان ما بي injury رح صار pathological. تمام, إذا كان blood مو fluidy, إذا كان بي كلوت, إذا كان blood vessel abnormal, كل تها رح صار pathological. بس النورمال physiology هو أنه blood fluid, clot free, والblood vessel wall is normal, and when there is injury there will be a localized hemostatic plug which consists of fibrin and platelets. إذن أبطال الفيلم الثلاثة هما vascular endothelium لازم يكون normal ما بأي شيء, platelets لازم يكون مكانها وعددها طبيعي, مكانها ما تقعد على blood vessel wall, تمشي تمشي ويا المجرم الدم, عددها لازم يكون normal thrombocytes يعني ما النورمال بليتليس كاونت. من الصير ثرومبوسايتوبينيا او هاي الصير بليدينج تندسي. كواجوليشن سيستم تتذكرون بالفيزيولوجي, تتذكرون الاكسترنسيك انترنسيك كواجوليشن سيستم؟ احد يجاوبني, اخذتم الكواجوليشن سيستم بالفيزيولوجي يا شباب؟ نعم دكتور الدكتور ما نتذكر كل السكين والبقيه قبل ايش؟ انتم صف ثالث, شنو قبل سنين؟ ما أخذيه بالمرحلة الثانية internistic والexternistic factors. هي عيني extrinsic وintrinsic هذه كلها مخدين بالفيزيولوجي. فالcoagulation system هذا حتى بس أذكركم به. In normal hemostasis the general sequence of events after initial injury include, طبعا هي أخذتم أنتم أصلا بال formation of a granulous tissue, هاي مخذيها بس إعادة. أول شيء a brief period of arterial vasoconstriction, واحدة تثرم وقصت إيدها بالسكين, فالمكان اللي انقصت بيها بيها blood vessel طلع منها دم. فأول وسيلة دفاعية مع الجسم the first thing which is a brief طبعا يعني مو يظل على طول, it is just 4 minutes, a brief يعني وقتي, short period, brief period يعني short period of arterial vasoconstriction. ليش vasoconstriction؟ من يصدر vasoconstriction ما يوقف bleeding منه بيه يعني تقف الليكج اوف بلاد اوتسايد, هاي دي وسيله دفاعيه مع الجسم. بعد شي يصير قلنا بالنورمال هيموستاسيس هو مسؤول عن برايمري هيموستاسيس اللي هي ترانزينت بليتليت بلاج, راح تكون فد رقعه ترقع المكان المجروح بس ترانزينت, انا ما اريدها دائميه. لو كل واحد انجرح بسكين وصارت بيرمننت بلاج, لكان هنا بلق جاي وهنا بلق جاي وهنا بلق جاي, وهاي السيركوليشن مليانة بلقات يعني شوي شوي رح تنشلع
وتفتار وسوينا مشاكل. لا لا لا، قدرة قادر، قدرة رب العالمين إنه هاي البلاك بعد ما الجرح يطيب هاي تول بي أبزورب فترانزيانت بليتلت بلاك. بعد سكندري هيموستيسيس، هاي شنو سكندري هيموستيسيس؟ هو اكتيبيشن اوف ذا كلوتينج كاسكيت الاكسترنسيك والانترنسيك حتى يجي يساعدني، حتى يجي يساعدني. انا مو وحدي قاعده ابني لي بليتلت وفايبرين، لازم يشتغلون حتى يوقفون البليدنج. وبعدين البيرمننت بلاك، يعني بعد ما بنيتها اخلي لي وحده بيرمننت حتى الى ان يصير ريابيتيلايزيشن وتروح ايضا ابزورب. شوف أول مرحلة بازو كونستركشن، يعني الدايميتر أوف بلد بيزر والكونستركت حتى شوف هنا صار الإنجري سايت أوف ذا إنجري. هذا الأسهم البنفسجي وضح لكم أنه أشو صار رأسا تقلص. هنا يقول لك ريفلكس بازو كونستركشن، هذا السهم البنفسجي يقل الدايميتر من بلد بيزر حتى يوقف البليدين. زين وبعدين مو هاي صار عندنا ثغرة، صار عندنا إنجري. أشنو هو الألسر؟ مثل ألسر تذكرون ألسر أو إنجري، هو discontinuity of the epithelium. هنا أنا ما discontinuity of the epithelium، هنا نسمي endothelium. فهنا أنا جزء من blood vessel انجرح. فش راح تجي شوف هذول من هو الطابقات هاي البلوك، شوف من هذا البلوك اللي يتكون platelets. نعم platelet adhesion، مؤشر عليه platelet adhesion. وبعد هذا الكولاجين أقوى منه، بعدين هذه ندخل بالتفاصيل البليتلت زائدا الفايبرين، هذا الأزرق اللي بيناتهم شوف الفايبرين يمسك مثل الأبد مثل البلوك والسمنت. أنت مشون تكون البلوك ما تقدر تخلي بلوك على البلوك تنفصل، طير بالبلاد ستريم، من يجي عليها بلاد تطير كل بلوك يصير واحد. فعندنا الفايبرين بيناتهم والبليتلت طبعا والكلوتينج فاكتورز تشو فاكتورز، وراح تكوم هاي إشنو هاي راح تسوي لي مثل التيمبوراري بلوك بمساعدة عوامل أخرى طبعاً هسه نجي عليها. بس يعني هذه حتى تتذكرون injury vaso constriction accumulation platelet fibrin، ويسموه بعدين يجي عامل هو إنه exposure of the of the tissue تحت الإبيثيليوم، هذا exposed release of fibrinolysis thrombomodium blocks coagulation cascade، كل هذا يبدي بعد بس ما الإبيثيليوم هذا وجود الإبيثيليوم النورمال يمنع الإكسبوجر of the tissue factors to the blood. بس من صار defect بالإندوثيليوم راح تطلع هاي كلة البلاوي من جوا من جوا البيسمنت ممبرين وتتعرض للبلد فيزل أو للبلد itself وتبدي فت كاسكت سريع حتى تلحم الإنجري. فهنا أنا رح نأخذ واحدة واحدة rule of endothelium platelets coagulation cascade normal humans. كل واحد عنده واجباته، ما يتدخل ولا يقصر ولا يزيد، لا يقصر ولا يزيد، يشتغل normal. ليش عاد أقول لكم normal hemostasis؟ كل واحد عنده واجبات. أول شيء شنو الواجبات مال vascular endothelium in hemostasis؟ شفتوا بس انكشف الvascular endothelium شوي ينشلع منه الانجري بدأت تطلع كل تديج على بليتلت فايبرين والتشو فاكتورز. The vascular epithelium أو endothelium is the main regulator of the normal hemostasis. شو مش قد له أهمية؟ طالما الvascular endothelium normal the hemostasis normal. Normally there is a balance between antithrombotic and prothrombotic. شوف anti يعني عكس التخثر، pro يحضر للتخثر، يعني كل شيء يحضر يسوي خثرة واللاخ يمنع حدوث الخثرة بالدم. These are two opposite processes, antithrombotic and prothrombotic activities of the endothelium. يعني عنده صفات تستدعي انه يكون ثرومبس يعني خثرة، وعنده صفات الاندوثيليوم تمنع او تزيل مفعول الخثرة، ولازم هذول اثنيناتهم معادلة متساوية. فاذا an intact endothelium أهم شرط أشنو يكون intact، يعني ما أكو فراغ بيناتهم، ما أكو كلتهم واحدة ماسك اللخ. intact endothelium prevents the platelets and the plasma coagulation factors from meeting منو قلت لكم هو سياج
سياج يفصل الدم أنه يتصل أو يلتقي بمنه the highly thrombogenic subendothelial extracellular matrix. ليش هذا السياج الله خلق الاندوثيليوم؟ حتى لا subendothelial extracellular matrix يشوف منه يلتقي بمنه البليتلتس والبلازما كوغليشن فاكتور. بس نسلخ شوية الاندوثيليوم اتحدى واثنيناتهم هاي وين شنت والله هاي كان هذا السياج مال الاندوثيليوم مانعني اشوفك يلا يلا تعال خلينا نسوي اشنو شو راح يسوون ترومبوسيس تمام ودي اقول لكم هو هذا السياج المانع انتم تسمعوني لازلتم تسمعوني يا دكتوره اي مو من صار فتره هيك هدوء اقول يمكن انا احكي لي ويا روحي هسه فهمتم هاي القصه اشنو هذه انتي ترومبوتيك برو ترومبوتيك انه الانتاكت ابيثيليوم ليش موجود يمنع prevent the platelets and the plasma platelets and the plasma coagulation factors from meeting ممنوع أن تلتقي هذا سجين وهذا سجان سجين ولا سجان هذولا ما يمنعون ال coagulation factor والplasma من أن يلتقون بمنو شخص كلش خطير من هو thrombogenic اللي ولد الخثرات اللي ولد الخثرات من هو subendothelial extracellular matrix هذول مين يلتقون يا ستار اثنيناتهم يتعاونون على الشر يسوون ثرومبوس طالما الاندوثيليوم انتكت هذه ما تصير القصة بس شو وقت يصير بها اكتيفيشن هاي القصة من الاندوثيليوم شوية اكو ديفكت بي يعني ينسلخ مثلا ينشلع بانجري اني انجري تروما اني انجري ها فتشتغل النورمال بس مرات تصير تتعدل الاب نورمال وسن يجيها زين شنو الانتي ثرومبوتيك افكت اذا ما الاندوثيليوم عنده غير صفات عنده غير صفات الاندوثيليوم مال البلد فيزل حتى يسوي انتي ثرومبوسيس يمنع تخثر الدم الذي يجري في السيركوليشن ما هذا كله عم نحكي على هسه اول بطل فيلم فاسكولار اندوثيليوم اول شيء تكون انتاكت ليش انتاكت حتى تمنع التقاء الثرومبوجينيك سب اندوثيليال اكستراسيلولار ماتريكس مع البلازما والبليتلتس والقصدي والكواجليشن فاكتور حتى لا يسوون ثرومبوس عنده انتي ثرومبوتيك افكت بعد اخر ايه أنت أنتي بليتلت ما يحبها أنتي بليتلت إفكت إيش يسوي ريليزينج بروستاجلاندين 12 النيتريك أسيد which is a vasodilator and inhibit platelet aggregation كل ما تجي تلتصق بيه طردها عنده قوة نفر إيش يسموها نفور ينفر ما يقبل تلتصق بيه بليتلت ينفر ينفرها زين فإيش يسموه هذا أنتي بليتلت إفكت بيش هاي القومين جتهم من وجود بروستاجلاندين 12 and nitric acid which is a vasodilator and inhibit platelet aggregation non-activated platelets do not adhere to the endothelium ولعلمك قول البلاتلت أني ما متعطل عليك طالما أني non-activated I will never adhere to endothelium بس من الصير activated وش وقت صار activated شو وقت صار يا ناس activated يلا عافية excellent شو وقت البليتلس هي قاعد تمشي متونسة مش ولا استدعى إسعاف أمبيلانس تعالي يا بليتلس أكو ترى إنجري هنا فتجي تشيل غراضة وتجي تلتصق مثل بلوكايات استدلني ولا هي تقول أنا ما متعطلة عليك أنت عندك أنتي ثرومبوتيك وأني ما أحبك أصلا ما أحب أجي عندك بس أكو شي يستدعوني لا أصير خوش آدمية وأجي وين وقت الإنجري أما أنا نورمالي أنا not activated do not adhere to the endothelium فهمتم هاي القصة ننقل على الأخرى anticoagulant factor these effects are mediated by membrane associated heparin like molecules هذه الاندوثيليوم أيضا عنده فت خاصية تشبه الهيبارين زين تشبه الهيبارين molecules داخل membrane سموه membrane associated heparin like molecules بالاندوثيليوم تمنع التخثر الدم and by thrombomodulin which lead to activation of anticoagulant protein C من اسمها كلتها شوف انتي شنو انتي يعني ضد كلها تمنع تخثر الدم حتى تحافظ على الدم in the fluid state زين فعند antiplatelet عند anticoagulant اللي هو يشبه الهيبارين ويسوي activation to a factor which is called anticoagulant protein C
بعد ايش عنده الاندوثيليوم؟ عنده خاصيه كلش ممتازه وهو فايبرين فايبرينوليتيك. شنو ليتيك؟ يعني لايسيس، يعني تحلل. ليش ومين ومن هو الفايبرين؟ فايبرينوليتيك افكت which cause in the endothelium synthesized tissue plasminogen activator which change fibrinogenic activity to clear any fibrin deposit. احنا مو قلنا لما يصير انجري تتكون البليتليس والفايبرين زين اني خلص انجري وتوقف توقف ما اريده يا ناس ما اريده. ايه ما يخالف اكو فد فايبرينوليتيك افكت بالاندوثيليوم يقول يا بخلصت مصلحتنا البليدنج توقف والاندوثيليوم طلع مرت اللخ. الله يخليك شيل شوالتك وطلع الفايبرين. شي يسوي؟ يحلله يحلله زين من الفايبرين الى فايبرين يسموه فايبرين ديجريديشن برودكتس ماكو كلتها تتحول الى تكسرات تبلع المايكروفيج تروح ولا كانه اكو بلاد فيزل كان انجرح هنا. هاي توضح لنا العمليه في الدايجرام اذا تحبون تطلع عليه للفائده. زين البيتلس شنو دور؟ نعم الفوان والبراند يعتبر انتي ثرومبوجينيك فاكتور لو لا؟ البون والبراند هو ما قلنا احنا كل شيء مختبي هذه مختبيه بسبب اندوثيليال. هي هذه وحده اول من يصير اندوثيليال انجري راح تطلع البون والبراند. فاللي ما عنده هذا الفاكتور راح يصير عنده بليدي. بس دقيقه نتوقف لهنا. انا بس هذه الفورما اريد انزل للطلاب مال الكويز. طلاب راح نتوقف على هذا السلايد على التليجرام. راح ننزلكم على التليجرام بس راح نتوقف بعد هذا السلايد اللي هو نمبر ايش كذا 42. زين حرمت هو بس سلايد واحد بقى خلي كمل سلايد بقى. ها اخر سلايد يا شباب هذا اخر سلايد نكمله ونتوقف ونسوي كويز صغير ما يطول دقيقه. ترى الرول اوف بليتليتس play a central role in hemostasis. أيضا البليتليس هسا حكينا عليه قبل شوي بس راح نعيده. Platelets become activated once exposed to the constituents of the subendothelial connective tissue like von Willebrand factor. هسا اللي سألتني عليه and collagen. قلنا الاندوثيليوم طالما هو intact ماكو لقاء بين البليتليتس والكولاجين فاكتور مع الفون والبراند. Once the endothelium is injured راح يصير بيناتهم لقاء وراح يصير coagulation. The sequence of reaction that lead to platelet plaque formation. Adhesion activate the platelets and change its shape with markedly increased surface area. من الصير injury البلاتلت راح تلتصق مكان الانجري وتغير شكلها. تغير شكلها تصير flattened. ليش صارت flattened؟ حتى تغطي أكبر مساحة من الاندوثيليال injury. فيسموه marked increase in the surface area. بعد بها secretion نعم بها secretion. Platelets secrete granules products like calcium, ADP, thromboxin factor A2. Also, aggregation of ADP and thromboxin A2 are potent platelet aggregates. يعني فوق ما هي تفرز الـ ADP والثرومبوكسين A2 فوقها هذه بها جاذبية for more platelets حتى يسوي مثل هذا temporary plug اللي حكينا عليه واللي يروح بال once the endothelium is regenerated. هاي إلى هنا نتوقف خلصنا هاي أول محاضرتين. هسا عندنا كويز يطول دقيقة ترى بس تختارون الجواب الصحيح زين يعني على التليجرام بعثنا لكم.